بعد سياحتنا القرآنية لابد أن نبقي صلتنا بالقرآن وأن لا نعود إلى حالة الهجران. فهذه الأمة التي اجتباها الله تتعامل مع القرآن تعاملاً لا يجوز السكوت عليه. فماذا نقول حينما يقول رسول الله: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً؟ ماذا نقول إذا قال القرآن: يا رب إنك قد أنزلتني ليزدان بالإنسان فجعلوني زينة للجدران؟ المؤمن الحق هو الذي يتمثل قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أسمع القرآن يقول لك: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. البوصلة القرآنية مع شوقي سليمان تشاهدونه يوميا في 8 مساء، ويعاد يوميا في 45 دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.